أيهما الأولى الاحتواء أم المواجهة أحد الأخوة الكرام من السعودية جرى بيني وبينه أخذ عطاء ومدارسة ونقاش في أيهما أولى احتواء الإخوان المسلمين والسوريين أم مواجهتهم في الحقيقة أن الإخوان وقادات الإخوان ومن تشردوا وفي زمن مصادمتهم مع الرئيس جمال عبد الناصر وضيق عليهم في سوريا وفي العراق بعد هذا التضييق هاجروا وانتقلوا منهم الى السعوديه ومنهم الى الكويت ومنهم الى الامارات لكن اكثر شيء في السعوديه والكويت. واكرموهم اهل البلد وحكام البلد اكرموهم ومكنوهم ومنهم من أعطي الجنسية لا سيما في السعودية وكان كبار ومشاهير وتغلغلوا في التعليم حتى دخلوا في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات ومنهم كما يقال تسعود وأكرم آخر إكرام وكان هذا ما يسمى بالاحتواء يحتوونهم بإكرامهم وتجنيسهم وتوظيفهم أعطاهم بيوت أعطاهم أموال لكن الذي حدث أن هؤلاء بعد ما تمكنوا أثروا على أبناء البلد فحزبوهم وعلموهم السياسة وعلموهم التطاول ولاة الأمر بل منهم من بلغ في الأمر الخروج والتفجير والقتال فصار هذا الأسلوب وهو أسلوب الثواء غير ناجح إلى حد كبير استطيع ان اقول كان مخاطره وفي نتائجه سلبيات كثيره. فتجرأ الناس وكفروا وفجروا وكلما تظهر فتنه اخذوا الشباب ووجهوهم الى تلك المحرقه. اكثر ما مات من الشباب في افغانستان في العراق في سوريا في البوسنه بحجه انه جهاد وانه مشروع كل هذا من اثار من حاولت الحكومات والدول الخليجيه احتواءهم بل واكرامهم بل وتمكينهم بل وتجنيس بعضهم فبالتالي سلكت الحكومات مع الاخوان المسلمين والسروريين والتكفيريين والهجره والتكفير والهجره اسلوب المواجهه وكما يقال الدعس فصار هذا أنفع والتزم الناس غير أنهم يتلونون باستعمال التقية فقد تجد بعضهم يقول أنه ليس من الإخوان ليس من السرورية بل وبعضهم يتكلم على الإخوان يتكلم على السرورية وبعضهم يظهر التوبة وأنه تاب وأنه كان معهم مع أن أمرهم كان ظاهرا فيبقى معهم عشرين خمسة وعشرين سنة ثم يقول اكتشفت كذا وكذا مع انه من 20 سنه 25 سنه والمشايخ والعلماء وطلبه العلم يبينون ما عند هؤلاء من فساد في العقائد وفي المناهج ومع ذلك انه لم يستيقظ من سباته إلى اليوم فيقول انا اعرفهم وقد مكثت معهم 20 سنه 25 سنه طيب كل هذه السنوات ما اكتشفت الا الان لكنه سياسه التلون والانقلاب فيتظاهر تركهم انه تركهم وانه كان مخطئا في ذلك طيب لكن للأسف وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا في هذه البلاد أن سياسة الاحتواء ما زالت في بلدنا الكويت وأكبر مثال ما حدث فيما يسمى بالربيع العربي وأكثر وأكثر بما يسمى السابع من أكتوبر أو طفال الأقصى فإننا لا نجد أحد تكلم وتصدر ودعي للمقاطعة المقاطعة ودعا جمع التبرعات لا في السعودية ولا في الإمارات ولا في البحرين بل حتى في قطر اللي فيها مكاتب لحماس لا يتمكنون ما عندهم ساحة إرادة ولا عندهم دعوة المقاطعة ولا عندهم ما يفعل أخوان الكويت مع أن أخوان الكويت يتلونون ويقول على أنفسهم لسنا بإخوان وذلك لموقفهم المخزي تجاه الكويت بعد احتلال العراق لها كما يسمى في عام تسعين فبعد ما جاء الفرج وتحررت الكويت سموا انفسهم حدس حدس يعني الحركه الدستوريه الاسلاميه يختصرونها بحدس وقالوا لا يوجد في الكويت اخوان مسلمون يعني كذبه مفضوحه لكنهم ليتستروا على انفسهم من موقفهم المخزي من الكويت ووقوف مع صدام المعتدي المحتل. هؤلاء في الحقيقه نرجو من الله عز وجل ان يوفق شعب الكويت وان يكون عندهم وعي اننا لا نقبل بهؤلاء بعد اليوم لم يبقى الا نحن في هذه البلاد من يتنفس بمناهجهم من يتكلم حتى لو اراد احد من دوله اخرى خليجيه ان يتبرع فانه يتبرع عن طريق اخوان الكويت وسوريا حتى لو اراد ان يتكلم فانه يتكلم عن طريقهم فالبلد هذه ما زالت هي الوحيده التي يتحرك بها الاخوان المسلمون والسوريون والتكفيريون بكل حريه وبكل صراحه ومن يختلف معهم صهيوني استخبارات مباحث في وفيه وفي فإلى متى ما نستوعب فساد هؤلاء وفساد مناهجهم ونسلك ما سلك غيرنا من الدعس على هؤلاء ومن مواجهتهم ومن حل هذا الحزب حلا حقيقيا ليس بالاسم فحسب بل نحتاج الى ازالتهم لانهم هؤلاء لا يخدمون الدين ولا يخدمون الدنيا وانما يخدمون احزابهم فحسب اذا وجد احدهم صاحبه قال هو احبك في الله اللهم اغفر لي ولأخي اخي وعلى من لم يكن من حزبهم سيف مسلط فلا بد ان نتكاتف صغيرنا وكبيرنا الى انهاء هذه الظاهره التي لم يتبقى لها مظهر وكيان ووجود الا في الكويت اعان الله واياكم الى فعل الخير والله المستعان